بس انا هقول ان زناتي هو اللي ضيع المسدس بتاعي. هو انت في حاجة ضاع منك ولا يا محسن بيه؟ وانت عرفت ازاي ان في حاجة ضايعة مني يا بلوان؟ طريقتك، كلامك، همزاتك، غمزاتك، حركاتك. نسيت حاجة. ايه هي؟ تكاتك. عبقري يا محسن بيه، طول عمرك عبقري. بلونة! بلونة! بقالك 3 شهور واخد مني بدلة الضابط عشان تغسلها ولغاية دلوقتي ما جبتهاش ليه؟ يعني ايه بدلتك لوحدك؟ ما بدلت انا كمان معاهم. قول لي ما جبتش البدلة ليه لغاية دلوقتي؟ الراجل صاحب المغسلة مات. ومن يوم ما مات والمغسلة مقفولة، اكسر انا بقى الباب واجيب اللبس ويتعمل لي محضر؟ خلاص يا بلونة، اتصرف بعد كده. لازم ترجع بدلة محسن بيه مرة تانية. انا سالف البدلة دي من خالي، ودي بدلة فرحه، ما يصحش كده. يعني انت فاكرني دي عجباني؟ ده انا خدتها من الواد بتاع الامن. خلاص يا بلونة، اقعد اقعد عندك هنا. خد امسك الاوراق دي. خير يا محسن بيه؟ افتح محضر. افتح محضر؟ ايوه. استنى بقى محسن بيه بقى، لا ده الموضوع ده محتاج قعده بقى ومحتاج روقان، لان احنا بقالنا كتير قوي ما فتحناش محاضر. افتح محضر يا بني ادم. استنى استنى مرش، استنى مرش قدام المحل بقى عشان نفتح الدنيا ونظبط الدنيا. يلا امشوا امشوا امشي امشي امشي. هما مين دول اللي يمشوا؟ الحسد يا محسن بيه. ايوه صح، معاك حق. وانت قاعده بتعملي ايه بقى؟ اتفضلي، يلا مع السلامه. يلا يلا يلا. ايه ده، مين دي يا محسن بيه؟ لا دي حته حسد صغيره كده كانت قاعده متداريه بس لقطها. انت بتخاف من الحسد يا محسن بيه؟ طبعا بخاف من الحسد. ليه بقى؟ هو مش الحسد ده ملك الغابه؟ عبقري قوي. ايوه اخلص، افتح محضر واكتب عندك. اخلص يا بالونه وافتح محضر. ما معيش مفتاح. معكش مفتاح؟ طب شوف المفاتيح دي كده هتفتح معاك. اخلص يا بالونه. محضر من بتاع الكتابه والورقه والقلم. اتفضل. اسمك وسنك وعنوانك ومحل اقامتك. اسمي زناتي. عايزه كله ولا نصه؟ بالتفاصيل. زناتي بلونة بلونة زناتي. سنك؟ انا نسيت، انا عندي كام سنة؟ نسيت سنك؟ يا محسن بن عايش بقالي كتير. ايوه فعلا انت مركون بقالك فترة. وايه اللي عرفك؟ على كتفك شوية تراب. مش بقولك عبقري. اخلص يا بلونة، اعترف بكل حاجة. اعترف ان انت اللي ضيعت المسدس بتاعي. مش انا اللي ضيعت مسدسك. يبقى انت اللي سرقت المسدس. مش انا اللي سرقت المسدس. يبقى انت اللي ضيعته. مش انا اللي ضيعته. اعترف يا بلونه، اكتب. وقد اعترف المذكور اعلاه. ايوه كده، مش انا المذكور اعلاه. وقد اعترف المذكور اعلاه. المذكور اعلاه ده المذكور اعلاه ده اللي هو انا؟ لا انت المذكور ادناه. أيوة. اخلص يا بلونه. ايوه كده المذكور ادناه. وقد اعترف المذكور ادناه. المذكور ادناه. طب ما كده انا برضو. ايوه انت. لا يا محسن بيه انا ما سرقتش حاجه. سرقت المسدس بتاعي يا بلونه. ما سرقتش المسدس بتاعك يا محسن بيه. هو انت اي حاجه تضيع منك تلبسها لي تلبسها لي؟ انا سايب لك المكان وماشي. استنى عندك، استنى عندك، بقول لك استنى عندك. حركه واحده وافرغ المسدس ده فيك يا بلونه. ده ده بلونه. بلونة محسن بيه بقى. أنا لقيت المسدس بتاعي بلونة. كل شوية كل بحاجة تضيع منك. أنت أصلا ضايع، كل بحاجة تضيع منك تقوم ملبسها لزناتي بلونة. بقول لك لقيت المسدس يا بلونة، وأنا بهددك وبرفعك لقيته ومش مصدق نفسي. يا حبيبي يا حبيبي بلونة، معلش عشان أتأكد بس المسدس بتاعي ممكن بس أجربه طلقتين بس صغيرين في نفسي. يا محسن مش هينفع. ما تقلقش. ما هو أنت لو مش هتحس بحاجة. أنت لو قتلتني مش هحضر الجزء الرابع. مش لما نكمل الجزء الثالث ده، احنا عملناه بالعافيه. على رايك. ايه يا بلونه؟ يلا يلا يا بلونه، يلا يلا يا بلونه كده يلا. بص بقى، لا اسمعني بقى، ركز معايا بقى يا محسن بيه بقى، عشان انت كل يوم بتعمل فيها نفس الحركه دي. انا عندي حل للمسدس بتاعك ده. ايه هو الحل؟ انت تجيب عده موبايل من اللي ب 200 جنيه دي اللي هي زراير بس، وتقوم ملزقها في المسدس بتاعك، اول ما يضيع منك تقوم رنن عليه. يا ريتك ما قلت. ايه ده بلونه؟ ايه ده؟ ايه اللي تحت المكتب ده؟ حاجه غريبه قوي. شوف لي ايه اللي ايه ده ايه ده ايه ده في ايه الحاجات دي؟ شوف لي كده ايه اللي تحت المكتب ده. ايه ده في ايه؟ ما تخافش. شغال يا بلونه؟ الو. ايوه انا في المكان اهو. ده الورقه تمام. ايه ربما ايه ربما يكون مغلقا هنا. مغلقا ازاي؟ ايه يا حبيبي؟
لا انا في المكان بتاع اللي انت قلت لي عليه. لقد ايه؟ لقد نفذ رصيدك. الله. لا انا بقول لك انا في المكان. غير ايه؟ انا غير هدومي ولابس. غير انت بتقول غير ايه؟ غير متاح الرقم. الله. حط الشنطه دي هنا كده. انا نسيت احتاج كوين عمله. ايوه يا حبيبي انا معاك يا ابني بقالي ساعه بكلمك. انا في المكان اهو. خلص الورقه بقى والحاجات دي ربنا يسهل يعني. اما نشوف هتخلص ازاي انا مش عارف والله خلصه ازاي ولازم نختم الورق والحاجات. طيب ماشي هخلص كده واشوف الدنيا. يلا هكلمك بعدين. يلا لا يلا اتهرج. لا في ايه بقى؟ لا 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 يا ما تكلموش كده تاني قلت لك 100 مره. الله ما خده بالراحه. جالك كده جالك كده ما تقومش تمد ايدك عليه لان غلط. تمام. ايه طيب يلا حبيبي انا في المكان اهو. يلا سلام سلام. ايه ده في ايه؟ خير يا استاذ؟ خير. ايه اللي جابك هنا؟ ايه يا عم فيك انت بقى لك ساعه عمال تمرمط فيا هنا. خير خير يا باشا. امرني. حضرتك مين؟ انا. وايه اللي انت لابسه عليك ده؟ انت ايه انت بتسرق سجاد صلاه ولا ايه؟ لا يا عم سجاد. بص انا لما بخرج مراتي تقول لي يا الدنيا حر بره الدنيا ساقعه بره فانا باخد بس سجاد احطها عليا. حتى لو الاذان اذن تبقى تفردها وتصلي. افرش على طول. ومال ومال الله يبارك لك. امرني يا باشا. الله امر لله. هو مش دي المكان اللي بيطلع فيه بتاع ال انا معاك على اسمه إيه؟ العيش. عيش ايه انت وانا جاي ياخد تموين؟ ما انا مش فاهم اسمه ايه البتاع ده. ايوه البتاع ده الخشبه. خشبه ايه وانا جاي اموت انا؟ بقول لك البتاع اللي هو الاخضر ده. بتاع الاخضر شبه كراسه اسمه ايه يا راجل؟ طب معلش وضح لي اكتر من كده. اوضح لك اكتر. صواني. صواني ايه؟ انا مش هاكل. صواني استنى. انا فاهم بس انا قلت اقول ايه. فيلم من كلمتين. الكلمه الاولى بيب بيب بيب. طياره. ايوه الثانيه بقى. تا هوب اقدر اختم عدى سافر. يا لئيم يا لئيم عرفتها طبعا. الباسبور. ايوه يا راجل الباسبور هو ده. ايوه هو ده المكان. بيطلعوه هنا. بيطلعوه هنا ايه؟ البتاع اللي انت قلت عليه. اللي هي ايه البتاع ده؟ الاخضر. الاخضر الخشبه. خشبه ايه؟ ايوه انا قلت عيتها تاني يعني كنت عاجباني. ماشي يلا خلاص الباسبور. بيطلعوه هنا. ايوه هو المكان. طب يلا طلع لي واحد. يلا. ايوه يا استاذ. يلا طلع لي واحد مستعجل والله. يلا حاضر ما يخرج من الفرن هديك واحد. حط في ايه يا ايه اللي طلع لي واحد؟ طب إيه؟ انت مش معاك شنطه؟ مش معايا اي حد معاه شنطه ماشي بباسبورات. الله الله انت بخيل ليه؟ ما تطلع لي واحد. مش بدون. بخيل هنا اللي بيطلعوا فيه ده اوراق وحوار عشان تخلص الموضوع ده. طب بص بالله عليك اتفضل. انا عندي سفريه بعد 3 ايام وعاوز اخلص الاوراق بسرعه. 3 ايام؟ ايوه. ماشي انت منين؟ انا من جنة. ايوه منين من هنا؟ لا انا من جنة. ايوه منين من هنا؟ من هنا. اقول لك من جنة. ايوه منين من هنا؟ يعني من الهرم من الفيصل من العريش من استنى الميكروباص بتاع الديزه ده فيه ايه؟ ما انا مش فاهم. انا عرفت. أيوة. عرفت حلك انت. خليك معايا. ماشي. ده فيلم؟ لا مسلسل. ايوه ايوه يا لئيم. انا بحب اللعبه دي قوي. من كلمه واحده. انا. التراب عوض. ايوه كان منين عوض؟ كان من جنة. ايوه من بلدياتي. انت من عندنا؟ ايوه ايوه بس ما شفتكش في المسلسل. محمود عبد الكافي كلم ممثل تاني يعني. محمود عبد الكافي اللي كلم مسلسل. انا عرفت ان انت ما اشتغلتش. هو اخراج رافع بس. تمام. انت ايش قال لي؟ تمام. أيوة. لازم ما نشتغلش. المهم خلص انا عايز اطلع البتاع ده. هسافر بعد قد ايه؟ بعد 3 ايام. لا انسى كده انت كده مش هتسافر. ليه كده يا ابن عمي؟ وانت عايزه مستعجل ولا عادي؟ يعني ما فهمش في الحاجات دي بس انا عاوز اسافر بسرعه. ما هو في كل الاحوال مستعجل او عادي برضه مش هتلحق تخلصه في 3 ايام. ده محتاج له اسبوع. اسبوع ليه يا ابن عم؟ اسبوع. بقول لك ايه؟ ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
خلص هتاكل ايه؟ بفتكر الكلام، اصبر. ايوه اه تعالى. الموضوع ده عشان يتحل لازم تختم الورق بتاعك اللي هو الجواز. بجد؟ اه. تختم الايه؟ الجواز. ما انا متجوز. لا مش هتختم، هخبطك بشهر. يعني روح لمرات اختها. ما تختم على وشها. اه ما اقول لك ايه، ما تضايقنيش. تختم الباسبور ده اسمه الجواز. ايوه ايوه. اسمه الايه؟ الجواز. الجواز. أيوة. ماشي. والختم، شفت الاوضه اللي جنبك اللي مكتوب عليها المدير العام دي؟ بص بص، ما تبينش بقى، ما تبينش بقى، ما تبينش. المدير غاب ولا ايه؟ مش غاب. مش غاب ولا حاجه. ايه مين المدير ده يعني؟ احمد السعداوي المدير العام. المخرج؟ مش المخرج، هو دلوقتي هو المدير العام بتاع الجوازات، هو اللي بيختم الباسبورات والورق. ماشي. والختم عنده. اه. واخد بالك؟ ايوه. اه خلاص خلاص. لا مفيش حاجه، بس حسيت عايز اعملها. حسيت عايز اعملها. حسيت عايز اعملها. انت شيطان الحياه راكبك. ايه؟ شيطان الحياه راكبك. يا الجمله دي سوري استحاله يكتبها، بس تمام. يعني انا اروح اجيب الختم دلوقتي؟ لو تعرف تجيب الختم من هناك من غير ما حد ياخد باله، هتختم الباسبور بتاعك وانا هختم الورق بتاعي وهنتكل على الله وخلاص. خلاص يا دي سهله. بس سهله. انت يا عم سعداوي بتاع الختم، في ايه؟ في انت يا عم بتتكلم؟ بقول لك في المداري، انت بتسيح ليه؟ ما فين المداري ده، اروح فين اركب ايه؟ ما تسيحش واحنا في موسم السمنه. سيح موسم سمنه ايه يا استاذ؟ الله ما تهدى، ما تسمع بينا الناس والدنيا. الله، واحنا بنعمل حاجه غلط. اسمع تعالى. اوه ايه في ايه؟ مش عارف، بحبها الحته دي، مش عايز اعملها تاني. لو تعرف تجيب الختم ده من غير ما حد ياخد باله، هتختم ورقك. بقول لك بقى ما تقولش لحد، بالراحه كده فكر. انت عايزني اجيب الختم من غير ما حد ياخد باله؟ ايوه. يعني سرقه؟ لا مش 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 بالشكل ده. طب معلش انا اسف، ممكن بس تديني سبع ساعات افكر؟ في ايه؟ ما تروح البلد تريح وترجع براحتك. انا غبي بفكر بالراحه. فهمك بطيء. ايوه. طب فكر يعني. اوقف على جنب. اوقف على جنب. الراجل ده مش عارف عايز مني ايه، والموضوع ده شكله واعر قوي. معقول الراجل اللي مخه مقفل ده يقدر يجيب الختم اللي بقالي ساعتين مش عارف اجيبه؟ اما نشوف. ايه ده؟ ايه؟ انت كنت بتتكلم ازاي وقافل حنكك؟ ده فويس اوفر سعداوي منزله عليا. ربنا يشفيكوا يا رب. بقول لك ايه؟ انا فكرت زي ما قلت لك، والموضوع ده وعر. اسمعني بس. ايه ايه القرف ده؟ في جمله مهمه جدا. ايوه. لازم اقولها لك. ايوه. 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 ما تقول. انسيتها. بجد نسيت. بتهزر يا وسيم؟ والله سوري، ما طبعليش الورقه الثابته. طب هي المفروض اصلا هقول لك ان الموضوع ده خطر، وفي وعر وفي خطر. خطر وخطر. يلا قول لي بقى. مولا؟ اه بس باداء اللي هو. بس يا ابن عم الموضوع ده خطر ولازم له خطه. الو. ايوه انا محسن بيه. مين معايا؟ تمام سعادتك يا فندم. تمام يا فندم، كله على مرام سعادتك. بتقول ايه سعادتك؟ الختم اتسرق؟ طب يا فندم ما بلغتوش البوليس ليه؟ مؤاخذه يا فندم، معلش انا اصل من ساعه ما لبست بدله خالي وانا متوتر شويه. معلش يا فندم. ايوه يا فندم تمام، ما عليك سعادتك. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. بالونه انت يا ولد يا بالونه. خير يا محسن بيه؟ بسرعه تجيب لي المتهمين اللي اسمه رفعت المحامي وهريد الصعيدي، متهمين بسرقه الختم فورا يا بالونه. اعتبرهم عندك يا محسن بيه. بقول لك ايه، انا معايا حاجات، يعني لو جعان معايا عيش بتاوي. ماشي. ايه بتاوي؟ احمد البتاوي. ايه ده؟ انا عايزك تفك معايا عشان قدامنا ليله لسه. افك ايه؟ الحاجة هريدي ابو سبت. ايوه. الاستاذ رفعت النص متر. ايه ده نص متر؟ انت ما كملتش حقوق ولا ايه؟ يا بيه ده انسان جاهل. الله يخليك. مش هو اي جهل بقى انت، خلاص اقعدوا اتكلموا مع بعض كتير، مش فاضلكم معايا على المغفر. عايز ايه يا سيكيورتي؟ لا 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 لا، سيكيورتي مين؟ انت ما تعرفش ان انا زناتي بيه بلونه؟ بلونه؟
الاسم ده مش غريب عليا ولا انا. هات الشنطه بتاعتي. الشنطه حاضر. ايه ايه ده؟ ايوه صح، معلش. اسمك ايه؟ زناتي بي بلونة. معلش معلش، غمض عينك كده بس اشيل لك حاجه. تعالوا ورايا على المخفر. اتاخروا ليه؟ اتاخر بالونة ده بيعمل ايه؟ تمام يا فندم، لقيته متنكر في هاي الكوز دوره تحت الشجره. انت بتعمل ايه يا بني ادم؟ يا محسن بيه، انت مش كان في واحد معاك؟ ايوه يا متر. انت نص متر. ايوه ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى، محسن بيه هي ما جاتش؟ هي مين؟ ده انا قلت لها تحصلنا على المخفر. هي مين يا بني ادم؟ مش كانت هي فين؟ اهو. الله الحمد لله على السلامة في المخفر، اشتقنا ليكم ياما في المخفر، الصحبة دي وحشانا في المخفر، الفرحة مش سيعانا في المخفر، يا مرحبا يا هنانا يا مرحبا يا هنانا وجلجلي. ايوه جلجلا سهل لي سهلا لا 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 ما شاء الله. انت خدت رقم من شباك ثلاثة ولا لسه؟ لا يا شربطات شربطات والله العظيم شربطات. قال حاجة تضحك هضحك. لا بس حلوة حلوة قوي 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 قوي. ربنا يخليك. قال ايه؟ سهل لي سهل لا جلجلي جلجلا لا 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 سبحان عودا حميدا يا فندم والله. ازيك يا محسن بيه؟ اهلا وسهلا. في ايه يا فندم؟ انتباه. بسم الله. بدء تحقيقات. الحمد لله. معلش يا فندم، ممكن احط الشنطه دي هنا؟ معلش انا اسف. لا حطها هنا جنب الفازه. اتفضل. عشان تبقى قريبه مننا كلنا. الله يعزك يا فندم. بسم الله. ان في حاجات بتضيع وبترد مره. انت شفتش الطريقه بتاعت بالونه؟ اها. لا تمشي لوحدها؟ ما شاء الله. متعوده اسيبها في اي مكان تجي لي. اتفضل يا فندم كمل تحقيق. اتفضل. مفيش داعي. اتفضل يا فندم. احنا مش ورد. اتفضل. سيد بيه بلد. في ختمة سرق. انت اتلسعت ولا ايه؟ مش عارف. انا اتفوجئت. اتفوجئت؟ ايوه اتفوجئت. ايوه فندم. ختمة سرق والشبهات بتحوم حوالينكوا انتوا الاثنين. الاستاذ رفعت المحامي. ربنا يخليك يا فندم. الخبير بالقانون والعارف كل الخبايا بتاعت القانون، والاخ هريدي اللي جاي من الصعيد. الله يزيدك. معلش يا فندم، مبدئيا حضرتك عرفتني بالخبير بالقانون. اه. فمعنى ذلك ان انا اكيد عارف يعني ايه سرقه ختم من مكان حكومي، وعارف ضرره كويس، فاكيد مش انا اللي خد. شكرا. شفت الاداء يلا. عموما كل ده هيبان لان معانا كل حاجه. يا رب. تاني يا فندم الاسئله الخبيثه تاني. لا 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 خالص. هتقول لي الاسئله العجيبه. الكلام ده كان زمان. الاسئله الغريبه كان في الاجزاء اللي فاتت. خلاص يعني الحمد لله. خلاص مفيش اي نوع من الاسئله دي خالص. خلاص معانا نوع جديد من الاسئله تماما. اسئله ايه يا فندم بقى؟ الخبيثه اس 2. يا رب. مش هسيبك انا. أيوة. مش هسيبك. مش هسيبك اخر الدنيا هجيب. يلا عشان ما نضلش في دهن نبدا التحيات ونقول اخرس منك ليه. برافو يا بلونه. الله اكبر. اقولها تاني يا محسن بيه؟ مفيش داعي مفيش داعي يا بلونه ان شاء الله. لا سيد بقى ما شاء الله صوته عارف يعني ايه. لا ولا انا. المهم اتفضل يا فندم. كلمنا هريدي كنت بتعمل ايه حوالين المجمع يا باشا؟ انا ما بص انا كان عندي سفريه بعد 3 ايام، فكنت جايه اطلع اسمه ايه، مش عارف اقول له عليه اسمه ايه. ده البتاع اللي بيطلعوه ده ايه؟ ده البتاع اللي بيطلعوه عشان يسافروا بيه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه يا بلون؟ بس
بس يا ولد انا جايبين قطه. فسره له اقول لك. ايوه انا عارفكم انتوا بتوع مصر. ركز. فيلم. ايوه انا بحب قوي لا لا فيلم. إيه استنى ده غلط. لا الثاني فيلم. مسلسل. ايوه مسلسل. كلمه واحده. لا يا فندم. لا مش ده خالص. مش ده فيلم. مش انت عايز البتاع ال كويس فكرتني. أيوة كويس. أيوة ان انت معايا. انا عارف انك هتودينا في داهيه من اول الحلقه. بس انت معايا. فيلم تاني. شيء. اول كلمه. كلمتين. اول كلمه. اول كلمه. بيب بيب بيب. عوا. ايه ده؟ يا دي حماره. انت حماره. انت حماره دي طياره. ايوه في بقى البتاع. انت جاي تشغل ايه؟ سواقه. استنى في بتاع تاني بقى. أيوة. لونه اخضر كده قبل ما تطلع الطياره يقول لك اختم سافر. جواز السفر. ايوه اسمه ايه؟ ليه اسم تاني؟ اسمه ايه؟ هو اوله بس. ليه اسمه ايه؟ باسبور. ايه ده؟ في ايه عندك؟ ايه يا فندم؟ اسمه ايه حضرتك؟ باسبور. بس بور. بور. اكتب عندك يا بلون. معلش وقد اعترف المستهبل. ايوه انت اعترف. ايه اعترف المتهم. اسمه كده. اسمه ايه يا بيه؟ اسمه باسبور. باينه ولا مش باينه؟ باينه. ايه يا فندم؟ باينه ولا مش باينه يا فندم؟ بالله انت بتستغرب غلط. حضرتك ده اسمي. يعني اسمي رفعت. اسمك رفعت. ما عادي اسمي. كمل يا هريدي. ما تسجل عندك المعلومه دي. قال لك جواز السفر اسمه باسبور. ايوه يا باشا. بس انا جيت اطلع الباسبور ده وبعدين جيت ادور على الواد ولدي. بقول لكم ايه؟ انا عايز اعرف اسمه ايه؟ الباسبور. ايوه يا رب. عرفت بقى ان انت بتقع في الباسبور. بقع في ايه يا فندم؟ اصلها باينه. بقى ايه اللي باين فيه؟ جواز السفر اسمه باسبور. الوحيد اللي قال الباسبور انت. مفيش. انا ما قلت ده. ما قلت. ايوه ده ما قلت. هجيب العيد. يا فندم مفيش حاجه عادي. اسمه سجل عندك يا بالونه. وقد اعترف المتهم بان جواز السفر يسمى باسبور. كمل هريت. ايوه هو اعترف. قول عايز تكلم ولا هتعمل ايه؟ انا بس عايز اكلم الواد ولدي. ما حدش معاه دي. محموق. محموق. ايوه محموق. محموق عبد الكافي. لا عادي نكمل. ولكن قلت حاجه. اتفضل. بس يا باشا كان معاك ايه؟ كان معايا ولدي. بس لحظه. ايوه لحظه لاني هضيف شيء. هنا ساسكت قليلا. ايوه الراجل ده لما قابلته في المكان ما كانش معاه اولاد. عايز يلبسني التهمه كده. انت بترمي التهمه عليه؟ طبعا يا فندم، لانه رميها عليا يا فندم. وانا لما قابلته اثناء تواجدنا في هذا المكان الذي نطلع فيه الباسبور، بالله ما في حاجه كلمه عاديه عشان ما تقومش وتقول لي مش عارف ايه. ما كانش معاه اطفال يا فندم. بس انت راجل مثقف طبعا، وعارف يعني ايه قانون طبعا، وعارف يعني ايه سرقه خدمه طبعا يا فندم. موضوع يعني السحر. على درايه بكل الامور اللي بتتم في المجمع. الله ينور عليك يا فندم. سجل لي دي عندك. ايه اللي سجل فيه ايه يا فندم؟ سجل لي دي عندك وتتسجل صوت وصوره. ايه ده؟ ايوه صوت وصوره. ايوه اتفضل. وبعدين اتفضل كمل يا هريدي. يا باشا انا لما طلعت الدور بتاع اسمه ايه؟ الباسبور. باللمعه دي كلمه. والله كلمه. والله اسمه. اتفضل كمل. بس يا باشا انا لما طلعت النور قطع. فانا قلقت على ولدي. قلت يا جماعه ما حدش معاه دي بتاعت محموق. اكلم الولد. واحد ابن حلال طلع المحموق بتاعه. قال لي ايه؟ كلم الولد. فكلمت الولد. قلت له انت فين يا هاد؟ قال لي انا تحت يا ابوي في حفره كبيره الناس عماله تحفر فيها. فهو افتكرها بسيم. بايه؟ افتكرها بسيم. انت مالك ومال بسيم؟ احمد بسيم. يلا كمل. فهو افتكرها بسيم. قال لي استحم. وبعدين اكتشفوا ان هم بيصلحوا النور. فقال لي خليك انت فوق يابا عشان اول ما النور يجي خلص البتاع. اسمه ايه؟ انا خايف اقول. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الجواز. ما انا قلت كلمه عاديه ما فيهاش اي حاجه. الحمد لله ما قلتش باسبور عشان يا رب. اسمه ايه؟ اسمه الباسبور يا فندم. اسمه الباسبور. احبسني. احبسني. لا مش وقت. وبعدين ليك رؤى. ليك ايه؟ ليك رؤى. انت خالي. ايه ليك رؤى؟ ليك رؤى. طب تعاقبني يا فندم. بس ثانيه واحده. خلاص دي معلومه مهمه جدا. اكتب لي عندك بقى المعلومه الثانيه. له رؤى يا ابني. مش دي. افهم. امال ايه؟ افهم خلاص.
عدينا موضوع رؤى دوت فندم. الاستاذ قال ان ابنه كان معاه وانت بتؤكد ان ابنه ما كانش معاه. لما قابلته يا فندم ما كانش فيه الكلام ده، وعندي اضافه. ايوه معلش انا هضيف بقى، ازود حاجه. اتفضل. هنا ساسكت قليلا. ما انت سكت كتير، اتكلم بقى عشان الدخله بس. اتفضل. انا راجل مثقف يا فندم. أيوة. وعارف كويس ان الاماكن الحكوميه المهمه بتكون مراقبه بالكاميرا. اقفش اقفش عندك الجمله دي كويس قوي. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك قال لك ايه؟ قال لك قال لك حللا، قال لك بللا، قال لك ايه؟ قال لك قال لك حللا، قال لك بللا. مثلا مثلا نركز في القضيه ونقول الجمله دي معناها ايه اللي انت قلتها؟ مراقبه بالكاميرات. عشان كده استحاله اعمل حاجه زي كده. بالعكس، الشباب بتحوم حواليكم انتوا الاثنين، لان سرقه الختم تمت اثناء قطع الكهرباء. ليه يا بالونه؟ ليه بقى؟ لان قطع الكهرباء الكاميرات ما بتبقاش شغاله فيه، يعني اللي سرق الختم عارف ومتاكد كويس قوي انه هيسرق الختم من غير ما تكون الكاميرات مصوراه. حمام؟ لا حمام ايه، انا عايز اكلمه يعني. يا باشا انا ما اعرفش ان المكان ده مربى بالكاميرات. مربى بايه؟ مربى بالكاميرات. مربى بالجزر. انا قلت يغيروك من كمل. لا مش هيتغير قريب. بعدين انا راجل صعيدي مش من هنا. ايوه مش من هنا يا فندم. ايه؟ ايوه انا مش من هنا يعني. ايوه مش من هنا. لا انا من جنة. منين من هنا؟ لا انا من جنة. ايوه منين من هنا يعني، انت منين من هنا؟ اقول له دي بقى يا رب تقولها صح. ايه فيلم؟ ايه مسلسل؟ ايوه كلمه واحده. عوض. انا كنت اخوه. كنت فين؟ في التراب. ايوه كنت في بلدي ايه؟ جنة. ايوه انا من هناك. انت كنت في جنة؟ ايوه. ما جيتش تعزف ابويا ليه في المسلسل؟ ما جيتش تعزف ابويا ليه؟ انا هقول لك. لا انا عايز اعرف ما جيتش تعزف ابويا ليه؟ انا هقول لك بس محمود عبد الكافي ما كلمنيش. محمود عبد الكافي ده كان اخراج رافع كمان. عشان كده ما جاش. ما كانش عارف، هو كان راح احوال. طب ما تبقى بصير باحوالك يا ابني. انا كنت ساعتها في ربابيكيا فانا ما كنتش مركز. طب عايز اركز معاكوا في القضيه علشان كل جمهورنا عايز يعرف مين اللي سرق الختم فيكم. انت بتقول يا هريدي ان ابنك كان معاك وانك ما كنتش تعرف موضوع الكاميرات ده. والاستاذ رفعت نعم يا ابني. هو كان فين لما الكهرباء قطعت؟ مين فيهم؟ هريدي ابو ثبت. اشمعنى هريدي ابو ثبت؟ عشان انا ما عرفتش هو كان فين. اتفضل جاوب. انا كنت في الدور بتاع. انت اتلجلجت. لا والله. واللجلجه دي قد تضاهي قد تضاهي كلمه باسبور. يا رب خلي بالك انا مركز قوي في المواضيع دي يا باشا. يا باشا انتوا لو 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 افتكرتوا كلامي. انا ده في ايه؟ قول قول. انا بحقق بحقق. انا قلت كنت بكلم ولدي وهو كان تحت والنور كان قاطع فوق. يبقى انا فين يعني؟ كان عارف ان النور مقطوع. لا ولدي اللي قال لي. ولدي اللي قال لي. معاك ديت محمود اكلمه. ثانيه واحده. بدات الامور توضح لي يا بالونه. بدات الامور تبان لكل جمهورنا. الاستاذ رفعت المحامي عنده معلومات مهمه قوي، لانه راجل مثقف وخبير بالقانون وعارف كويس قوي ان الكاميرات لو قطعت الكهرباء الكاميرات كمان هتقطع. وكمان هريدي بيقول ان ابنه كان معاه. مش عايز اسال سؤال. انا عايز اسال سؤال مهم. ما انت ما بتسالش ليه؟ ده احنا قربنا نخلص المشهد. انت ما سالتش. مستني التليفون بتاع مش ممكن. مفيش سنس ابدا. تليفون البي ما رنش. ايوه برن اهو يا فندم. ايه ده؟ انا اسف. برافو عليك. معلش. برافو عليك. ظلمناك يا بالونه. ظلمناك يا ابني. معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش الشبكه مش عارف مالها. شبكه بايظه؟ ايوه. جد؟ الو. ده اخويا الكبير. معلش. مين؟ معلش اخو محمد. سلمي عليه. ماشي. محسن بيه بيسلم عليك. الله يسلمك. بقول لك الخط اللي اشترى منك مش شغال. ده معقوله؟ مش ايوه تمام. تمام. عايز ايه؟ معلش هو فاتح محل سباكه جديد فعايز طلبات. عايز طلبات؟ معلش ممكن ورقه وقلم؟ معلش. اتفضل معاك. يا بعود الايام. معلش. ايوه كوعين. كوعين؟ ايوه. زي ده؟ مقاس سيد كده تمام. طيب ماشي تمام. ايوه فندم. كوعين. ايوه 16 شطاف. ايه القرف ده؟ تمام. ماسوره 50 في 60 50 في 60 ماسوره 30 في 40 30 في 40 ماسوره 15 في 16 15 في 16 ماسوره 3 في 4 ايه ده؟ ده جدول الضرب ده. ايوه معلش. ايه
ارجع الشطافات؟ معلش هنرجع الشطافات. معلش هينفع ليه؟ ما لسه فاتح المحل، انا لسه بسترزق. معلش معلش ممكن ده نبدلهم. طب ايه؟ طيب مناديل. ايه مناديل؟ ماشي مناديل. انا ماما عندها برد. اه هات مناديل. مناديل مناديل تمام. ايوه اه المواسير 16 15 ايوه 3 في 4 اه. اشطب عليهم كلهم يا فندم. اشطب بقى عليهم كلهم، ما لهمش لازمه. اه يا محمد كارت شحن ب 10. كارت شحن ب 10 وانا عايز ربع لانشون. ايه ربع لانشون؟ في رنجه. لا يا معلش الليمون فمش هنعرف ناخده. معلش معلش محسن بيه. ايه يا ابني؟ اديني فرصتي بقى لاني عايز اسال سؤال مهم جدا. جالكم لما بيرحمش. ربنا يستر. اه ده وحش الاسئله ده بقى. لا تقول لي اسئله خبيثه ولا اسئله لعينه ولا اسئله مفيش. ده مفيش عنده يا مرحمين. اتفضل. سلام عليك يا بالونه. سلام عليك على السؤال اللي هيجيب المتهم الارض. سلام عليك يا بالونه. ايوه يا ابني ايوه يا ابني افحمهم كده افحمهم. ها يلا يلا بالونه اسال بقى السؤال. خلاص بالونه انت يا ولد فين السؤال؟ نسيت. نسيت ايه؟ اديني فرصه فرصه واحده. اديك فرصه. انا فرصه فرصه ثانيه. اتفضل خد الفرصه. يا ولي الصابرين. يا رب يسال يا رب. البقاء لله. البقاء لله. كيف حياتك؟ البقاء لله. حياتك لله. هو مات ازاي؟ مات من الجوع. لا اله الا الله. ده اول مره يموت. دي المره 16. معلش المرة ال 16 كل مرة يموت فيها يقول لك أنا ما عجبان الموتة دي في غبي. لا إله إلا الله. الحمد لله. هو برضو اللي غبي ده احنا عندنا أغبى منه. الحمد لله. بلونة أنت يا ولد. تعالى هنا. فين السؤال؟ السؤال فين؟ اسأل السؤال خلصني. لما بروح هناك بنسى يا محسن بيه. اتفضل. اديني فرصتي بقى. المشية دي بتقلقني. المشية دي حس كده بقى. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. كويس إن أنت جيت والله. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. قاعد يا إبراهيم الناس قدام. أيوة. ألف ألف مبروك. الله يبارك في عمرك يا رب. أكل الناس اللي ما أكلتش. إحنا بنشتري راجل. هو مش كان مات. دخلهم جوه. ألف مبروك ألف مبروك. ربنا يتمم بخير. ربنا يتمم بخير. حضرتك مين؟ أنا أم العروسة. دخل المعازيم جوه مصطفى. حضرتك مين؟ أنا العروسة. ألف ألف مبروك. ألف مبروك. ده غبي. عايزني مش أنا العريس ما ينفعش. ألف ألف مبروك. ده الوضع على كده. ألف مبروك. فين السؤال يا بني آدم؟ خلاص خلاص جاي جاي محسن بيه. معلش ممكن بقى أقول لكم على حاجة؟ أنا فتشتكم ما لقيتش معاكم أي حاجة. أها شفت الجملة؟ شفت الجملة يا جماعة؟ شفت الجملة؟ يعني صمد ظهرا ونطق إيه؟ فجرا. أه بيقول لك أقول لكم على حاجة؟ انا فتشتكم ما لقيتش حاجه. شوف شوف السجع على فكره. يعني انت سجع قوي محسن بيه. انت جبت لي سجاعه. السؤال لسه جاي. اخلص. انتوا فطرتوا النهارده ولا ما فطرتوش؟ اه ده سؤال ولا معلومه؟ سؤال ولا معلومه؟ ما ينفعش تهزقني كده قدام المتهمين يا محسن بيه. فين السؤال يا بني ادم؟ فين السؤال؟ فطرتوا يعني ايه فطرتوا؟ ايه معنى السؤال ده بالقضايا اللي احنا بنحقق فيها؟ طب خلوهم يجاوبوا. معلش يا فندم انا بالنسبه لي مستني ما نخلص كل الحاجات دي واروح افطر مع الاولاد. انا وانا جاي في القطر ابني قال لي انا جعان عايزين ناكل سوشي يا بابا. فقمنا جايب له وجبتين يعني. بس هو بقول لكم ايه، انا قلقان على الواد. ما حدش معاه دقيقه محموق. حس كده بقى يا محسن بيه. اسمح لي بسال السؤال الاهم من كل اللي فات. اتفضل. نوع الاكل ايه اللي كلتوه النهارده في الفطار؟ هيفرق في ايه يا بني ادم؟ ما قال لك سوشي. سوشي؟ ايوه عليه دقه وصلصه. ايوه عايز ايه؟ ايه الغرض من السؤال؟ ايه الغرض؟ مش عارف. اه طب اتفضل يا بالونه مكانك. اتفضل يا بالونه مكانك. طبعا بغض البصر عن اللي قاله بالونه دوت وعن الاسئله الخبيثه فعلا اللي قالها، متهيألي القضيه وضحت قدام جمهورنا ووضحت قدامي انا شخصيا. يبقى عرفت الحل. بالعكس احترت اكتر واكتر.